ناجح وثابت بكل المقاييس في هذه المباراة بهدف ثاني لصالح مزالي. وفرحة كبيرة برشا في مدرجات ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بهدف صالح مزالي بعد كورة كانت ثابتة ممتازة بساق يسرى لعلي بن عبد القادر. التوزيع صالح مزالي وحده ذو الرقبة يأتي من الخلف، هدف شبيه بهدف محمد أمين الشرميتي الثاني في مرمى الهلال السوداني. هذه كورة محرز حسني.